الو انسة مرام، انا فاطمة. مين؟ مين فاطمة؟ تذكرتيني؟ ست فاطمة، انا قرايبتها لمرام. مرام اليوم كتب كتابة ما فيها تحاكيكي. لا لا تخليها تروح. ألو فاطمة؟ اصحي تتزوجي. وليش بقى؟ شو عم تعملي؟ إذا بدك الحقيقة رح أقول لك إياها. اصحي تتزوجي لسليم. شو بكي؟ شو قالت لك؟ حبيبتي مرام، شو بك بنتي؟ تعي بنتي، يلا تعي حبيبتي، الكل ناطريني. البنت متوترة كثير. بتعرفي شو عملتي انت؟ ايه طبعا بعرف. منعتني يدمروا لها حياتها للبنت. ليش حتى اسس حياتها على كذبه؟ اصلا انا ما فيني اتحمل خطيتها هي كمان. ما انا مضطرة تتزوج واحد وسخ. اجتمعنا اليوم لنحتفل بزواج ولدانا. ليؤسسوا حياة، نتمنى أن تكون سعيدة. وأهلا وسهلا بكل الضيوف اللي اجوا شاركونا. شو بها مرام، ليش هيك لونها مخروف؟ قصة وحدة اسمها فاطمة. سليم ومرام، فيكن تراجعوا مكتبنا بالبلدية مشان وثيقة الزواج. آسف مرام، شو اسم الأم؟ ندى. واسم الأب؟ رشوان. شكرا لك. سيد سليم، شو اسم الأم؟ بيسان. انت فتحتي جبهة على حالك، بتعرفي هذا الشيء؟ ايه بعرف، بس ماني خايفة. وهلأ هانسة مرام الغاز، هل تقبلي بالسيد سليم رشدان زوجا لك وانت بكامل ارادتك ودون التعرض لأي ضغط من احد؟ Thank you.
فاطمة لازم نترك البيت ونهرب. ماني متحركة من هون. بيت رشدان ما راح يمرقوا لك اياها، اكيد راح يجوا لهون وينتقموا منك. وعلى شو بدهم يحاسبونا؟ قل لي لشوف. لازم نترك البيت فورا. اهرب لحالك، انا بقيانه. انا خايف عليكي انت، بيأذوكي اذا اجوا. اه يعني كيف ممكن يأذوني اكثر من هيك؟ عمو كريم يقتلوني، على القليلة برتاح من هالهم. وينك عمو كريم؟ ليك نظفت السمكة؟ روح لوين ما بدك، أنا ماني رايحة معك. أكيد هني. شو هذا يلي بإيدك؟ روح أغسل حبيبي. أنا نظفت السمكة.